الاعتقال لرجل في سني وفي الحالة الصحية التي أنا فيها حقيقة كان غاية في القسوة والصعوبة وحالة غير معهودة يعني في تقديري في تاريخ الأمم والشعوب. الرجل في فوق 75 من عمره في خريف عمره يعتقل ويزج به في السجن بلا تهمة. في تقديري وقد تركت أمرائي يعانون من حالة من الجوع الشديد، لم نسمع بشيء اسمه السكر، لم نسمع بشيء اسمه الملح، لم نسمع بشيء اسمه الفاكهة على مدى هذه الأشهر الثمانية. ثم في الأيام الأخيرة يمعن السجان في تقليل كميات الطعام إلى أقل من الربع، وحبات الفاصوليا البيضاء التي تأتي غير ناضجة تعد بالحبة للنحفة الواحدة واللي فيها 10 رجال، يعني آخر مرة عدها الشباب كان 35 حبة فاصوليا ل10 رجال.